لا ما شاء الله، يلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله العظيم. ده احلى صدق الله العظيم سمعتها في حياتي، ربنا يبارك فيه. انت يا ريتال، ده الجمال ده، انت تعرفينا يا ريتال؟ متابعانا بجد والله، ربنا يبارك فيك. حاجه رهيبه يا جدعان، 9 سنين، حاجه صغيره جميله كده، يعني تبقى مثال لمصر وشرف لمصر كلها ان احنا عندنا ريتال دي، المفروض نطلعوها في كل المؤتمرات تقرا. حاجة لازم نكتسب الجمال ده والبسرة الجميلة دي، لازم نفرح بيها وهي صغيرة، ما شاء الله تبارك الرحمن. سمعينا ايه تاني يا ريتال؟ وقال فرعون. وقال فرعون زاروني، برضو عارفاها؟ توكل على الله. يلا، عايزك تقولي احسن مني، يلا بينا، عايزك تعالي صوتك خالص، يلا. وقال فرعون زاروني اقتل موسى. اقتل تاني، معلش قولي. وقال فرعون اقتل موسى، يلا بينا. وقال فرعون زاروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. انت احسن مني يا ريتال، انت احسن من اي حد، بسم الله. مش يكفي ان هي يا جماعه سنها صغير كده وبتقول القران، يعني كانها واحد عنده 19 سنه، موهبه وحاجه رهيبه. في شهر رمضان لازم ما فوتهاش ريتال احمد يوسف، معجزه رهيبه. قول يا ريتال، ما تبخليش عليا بحاجه يا ريتال، ماشي؟ عشان بابا ما يزعلش منك. يلا، احنا كلنا ما نزعلش منك، يلا بينا. قولي بقى. أقول آزفة الآزفة عشان خاطر الزلزال. ده انت متابعه ريتال، معجزه يا جدعان، بقول لكم معجزه، متابعه. يلا، آزفة الآزفة عشان خاطر الزلزال، ربنا يغفر لهم ويرحمهم يا رب. آزفة الآزفة الله، ليس لها من دون الله كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم، بسم الله ما شاء الله عليك يا ريتال. قولي حاجة كمان يا ريتال، عايز حاجة كمان عالية خالص. قولي بقى، هتقولي ايه؟ سمعينا قرآن ايه تاني؟ حاجة للشيخ المشاور. ما شاء الله، للشيخ المشاور رحمة الله عليه، توكل على الله يا ريتال. يلا، سمعي الناس اللي بتحبك كلها. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا الله الله عليك يا ريتال، والله يا بنتي صوتك يخطف قلوب الناس كلها، والله العظيم ريتال المعجزة. أنا بدور على معجزة وإحنا في شهر رمضان تكسر الدنيا وسايب ريتال. ده أنت فين يا ريتال من زمان؟
يفنك يا ريتال من زمان تكسري الدنيا وتبقي مثال لكل الاطفال اللي زيك يحفظوا القران ويكسروا الدنيا. يلا عشان خاطر تبقوا زي ريتال يا جدعان وتطلعوا معانا تكسروا الدنيا. ريتال رهيبه حرفيا. هتسمعينا ايه تاني؟ اناشيد. قولي يلا اناشيد ايه بقى؟ بيريدو.